حتى حزين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم والسلام عليكم. وأقرب طريق المعاصي، المعاصي أيا كانت جرمها وحجمها لا تمنع الإنسان ولا تحكم الإنسان عن ربه، إنما اللي يمنعك فعلا هو إنك تستمر وتتلذذ بممارسة المعصية وترضى عن نفسك من غير ما تلتفت وتنصت لرسالات ربنا ليك ونداءه ليك في كل يوم وليلة، والإشارات الربانية الخاصة ليك وحدك اللي دايما بتلحقك في طريقك. والله يريد أن يتوب عليكم، ربنا عايز يتوب علينا، الله عز وجل بيسوقنا إلى التوبة لأنه عارف أننا هنغلط ونقع في معاصي، لأنه خلق جوانا غرائز وشهوات إما نوجهها للطريق اللي يرضي لينا إما نقع فريسة لشهواتنا ونفرخها في المعصية. هي غريزة فينا محدش أنكر ده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرأ في سيرته وهو لسه شاب قبل ما تنزل عليه الرسالة كان زي أي إنسان أو شاب، ربنا خلق جواه الدوافع الفطرية الغريزة والشهوة، ولكن الله عز وجل كان يحول بينه وبين المعصية. ويذكر النبي أنه في يوم طلب من غلام كان بيرعى معاه الغنم أنه يسيب عنده الأغنام بتاعته عشان يروح مكة ويسهر زي ما بيسهر الشباب اللي في سنه، وفعلا وصل عند أول بيت في مكة وسمع عزف وناس بتضحك وهيصة ومظاهر اللهو عندهم، ولسه هيقعد يقول صلى الله عليه وسلم: فجلست أسمع فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس. فكرر الموضوع ده تاني ليلة فحصل معايا نفس الكلام، نام برضو يقول: ثم ما هممت بعدها بسوء. وده طبعا من حكمة ربنا عشان يسهل على الناس أسباب تصديق النبي إنه بشر وبيحصل معاه زي ما بيحصل لأي بني آدم، ولكن الله عز وجل بيحميه بالعناية الإلهية وليه عناية خاصة لأنه هيحمل الهداية للعالمين. ولكن الله لا يبخل على عباده الهداية، فهو زي ما بعت لينا رسل للهداية لا يزال بيرسل لينا رسالات وآيات في طريقنا عشان نفوق من غفلتنا ونتوب ونرجع، فيقبل التوبة ويغفر الذنب، وما يغفر الذنوب إلا الله. وأكيد كتير بناخد بالنا أن ربنا بيبعد عنا أو بيمنعنا من المعاصي من مواقف كتير بتحصل في حياتنا، في اللي بيلتفت ليها وفي اللي بيغفل عنها. مالك بن دينار في مجلس ليه وهو كان من كبار التابعين لما اتسأل عن قصة توبته قال: لم أكن عابدا إلا بعد 30 من عمري. يعني التوبة ملهاش وقت ولا سن، طول ما انت بتتنفس انت عندك فرصة كل ثانية للرجوع لربنا. قال: لم أكن عابدا إلا بعد 30 من عمري، وكنت شرطي كان بيأمن الأسواق في البصرة، وكنت سكيرا كان مدمن خمر بس ما كانش راضي عن نفسه. في يوم شاف اتنين بيتخانقوا فقرب منهم، واحد ظالم والتاني مظلوم. الظالم تعدى على المظلوم وأخذ منه بالعنف مشتريات وحلوى لبناته الصغيرين، بيقول له المظلوم: حرام عليك أخذت فرحة بناتي. وذكروا أن النبي أوصى اللي عنده بنات وأكرمهم وأدخل على وجههم السرور والفرحة نظر الله له بعين الرضا. فسمع مالك بن دينار الكلام ده فتحرك قلبه بالرحمة للبنات، فدخل وضرب الظالم وأخذ منه الحلوى وقال للراجل المظلوم: لما تاكل بناتك الحلوى وتشوف الابتسامة على وجههم قول لهم يدعولي واسمي مالك بن دينار. ومشي مالك ويبدو انه رق قلبه لخلفة البنات، فتجوز وخلف بنت فعلا سماها فاطمة وحبها جدا، ولكن ما قدرش يسيب الخمر. بيقول بنته اول ما بدأت تمشي كانت لما بتشوفه بيشرب الخمر كانت تزيح الخمر وتوقعه من ايديه، يعني سبحان الله كأنها تعي ان ده حرام وبيغضب الله وبيأذي ابوها، كأنها مأمورة من عند الله. وكل ما تكبر فاطمة يكبر معاها كره للخمر، ولكن برضو ما يقدرش يبطلها. ولما بقى عمرها 3 سنين تقريبا ماتت فاطمة، فحزن حزن شديد جدا وازداد في شربه، وفي يوم تقل قوي او زود في الشرب قوي، وكانت ليلة رمضان فنام وحلم. بيقول شفت كأني واقف في يوم القيامة وملك بينادي على الناس: فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار. موقف مخيف طبعا، مالك ابن دينار هلم للعرض على الجبار، اول ما سمع اسمه جري وهرب، وإذا بثعبان كبير جدا يجري وراه ويلحقه وشكله مخيف. ويرتعش مالك وهو بيجري فشاف راجل عجوز قال له: أنقذني. فيقول العجوز: أنا ضعيف كما ترى لا أستطيع أن أنقذك
ولكن اتجه لهذا الطريق لعلك تنجو. وجري وجري وراه التعبان، وهو بيجري لقى قدامه نار ضخمة جدا، فسمع صوت بيقول له ارجع فأنت لست من أهلها. يقول فاطمأن قلبي. فرجع للعجوز تاني يقول له أنقذني، فبكى لحاله وقال يا بني أنا ضعيف ولكن اجري في هذا الطريق لعلك تنجو. وجري ولقى قدامه جبل عليه ستائر، فالستائر دي اتفتحت وبيظهر منها وجوه أطفال كالقمر، وظهرت منه بنته فاطمة، فقالت له أبتي، وأخدته للجبل ومدت إيديها اليمين للتعبان، فجري التعبان واختفى. يقول فجلست في حجري كما كانت تجلس في حجري في الدنيا، وأنا ارتعت خايف من هول اللي بيحصل. سألها مين التعبان ده؟ قالت له ده عملك السيء قوته وكبرته لحد ما كان هيقذف بيك في النار. طب ومين الشيخ العجوز؟ قالت له ده عملك الصالح أضعفته فما كانش قادر ينقذك من قلة وضعف أعمالك الصالحة. قالت يا أبتي ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فصحي من نومه وقال بقوة فقد آن يا رب، قد آن يا رب. وبقى مالك ابن دينار من التابعين الزهاد في عصره. مالك ابن دينار ربنا بعت له كذا رسالة، الموقف اللي شافه بين الظالم والمظلوم لما قلبه رق للراجل المظلوم وساعده، ورزقه ربنا ببنت أم مولودة جميلة فاطمة، وبنته لما كانت تزيح عنه الخمر وهي طفلة لا تدرك شيء، ورسالة في موت بنته اللي اتعلق بيها وحبها قوي، وكل ده ولسه برضه مرجعش لربنا، فبعت له رسالة في رؤية ارجع ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لسه بعد كل ده ما أنش الوقت إن قلبك يرجع ويخشع لله. الله عز وجل بيحمينا فعلا، والله يريد أن يتوب عليكم. بس مالك ما كانش راضي عن نفسه، كان طول الوقت كان يعلم جيدا أنه مخطئ وظالم لنفسه، وده اللي خلاه يطلب من المظلوم أن بناته يدعوله، وبدأ يكره الخمر. بس كانت نفسه ضعيفة ولكن مش راضي عن نفسه. يقول سيدنا ابن عطاء الله أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عن النفس. لأن لو كنت راضي على اللي بتعمله يعني من معصية أو من تقصير في حق الله هتتغلب عليك الشهوة وتسيطر عليك، لأن الرضا ده هيمنع عنك المراقبة القلبية. انصرف قلبك عن مراقبة الخواطر اللي بتجيلك وتقولك ده غلط ما تعملوش أو ده خير أقبل عليه، وينصرف ويبعد قلبك عن مراقبة رسائل وهداية الله عز وجل ليك. انت كده بتنيم قلبك أو بتموته شوية شوية. الرضا عن النفس هو أصل كل معصية، لأنها أمارة بالسوء، العدو الأكبر، أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واعتراف سيدنا يوسف بدا في القرآن وما أبرئ نفسي فإن النفس لأمارة بالسوء. أقرب طريق هو عدم الرضا عن النفس ومحاسبة النفس على الدوام. دايما حاسب نفسك وراقب رسالات ربنا ليك، هتفرق في حياتك وقربك للهادي رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. ربك